السلام عليكم، كي دايرين؟ مرحبا بكم في قناه امينه تورونتو. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت بغيت ندير معكم ستاف مشروم، المشروم المعمر اللي تيجي واعر واعر صراحه. اش حاجه ابيتايزر اللي بغى الحك من هذوك المقبلات اللي تيكونوا في الاول، تيجي غزال واعر وساهل، يعني ما فيش شي حاجه اللي غادي تكلفك بزاف. يعني اغلبيتهم تيكون هذاك الشيء كلشي في الدار، تيجي غزال من داك الشيء الرفيع. وجيت اليوم جيت بغيت نشارك معكم. ايوا قلت علاش لا، غادي نوري لكم المقادير ان شاء الله، وغادي نمشيو باش نوريكم كيفاش نديروه. كما تشوفوا معنا عندنا المشروم على حساب اللي تيكون شويه كبير، بس كيفاش تعمريه تنحاولوا نحيدوا له داك الرويصات ديالو، ونهزوا شي معلقه صغيره ونحاولوا نفكوه من الداخل. المهم عندنا مشروم ما يشطو، عندنا شي ديال القزبر والمعدنوس، عندي شي ديال القزبر والمعدنوس، عندي معلقه جوج معالق ديال الفرماج، عندي جوج معالق ديال لاشابلور، شويه ديال الثومه، واحد جوج صوص ديال الثومه، شويه الملحه وشويه البزار، وغادي نحتاجو شويه ديال الزيت البلديه. صافي غادي نمشيو باش غادي كما تشوفوا معايا انا شديت الطحانه فاش غادي نطحن المشروم. تنحاول المشروم انا بشويه عليا، يعني تنحيد تنخويها من الداخل. تنخويها بهذه الطريقه هذه غير بشويه، تنحاول معاها حقاش عرفتوا المشروب بالزربار، يعني حساس بالزربه تيتقسم وتيتحل. تنحاول معاه بشويه بشويه وتمشي بهذه الطريقه هذه صافي، حتى تنكملوا كله هو. وتنشد هذوك الريوس ديال المشروب تا هما تنديرهم باش نطحنهم. غادي نشدو القزبر والمعدنوس، انا قلت طحنا علاش ما نطحن كلشي في دقه واحده؟ العكز وما يدير. المهم ياك تكون نفس النتيجه، هذا هو المهم. شد القزبر والمعدنوس غادي نطحنهم معاهم، وغادي نزيد شويه ديال الثومه. درت انا حتى ثلاثه الفصوص صغار ديال الثومه ماشي كبار، على قدر المشروم اللي عندي صافي. وانا دابا غادي نحاول انا باش غادي نطحنو صافي. غادي نبقى معاه حتى تيطحل ليا كلشي، ومن بعد نرجع لكم. بعد ما طحل ليا كما تتشوفوا تنيلوه مزيان حتى تيتنيل لينا مزيان. صافي غادي نحاولوا نزيدوا عليه المقادير الاخرين اللي باقيين عندنا، الفرماج. نتوما عندكم بارميجان تشيز ديروه، انا ما كانش عندي، درت الفرماج موتزاريلا، جوج معالق كما قلت لكم، جوج معالق ديال لاشابلور، الخبز المحمص، شويه الملحه وشويه البزار. صافي واحد شويه ديال الزويت الزيت البلديه، تقريبا جوج معالق كبار اللي درت. صافي غادي نخلط هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم، تخلطهم مزيان. كنت تشوفوا معايا انا حاولت ندير في نفس اللاطه، ما فيا ما نغسل الماء، يعني درت كلشي درته في لاطه وحده. صافي من بعد غادي نمشيو باش غادي نعمروا الشامبينيو ديالنا. كتشوفوا النتيجه هي هذه. اوكي انا غادي نشويهم، غادي نديرهم عوض نديرهم في الفران، غنديرهم في النينجا وانتم ديرهم في الفران. صافي غادي نحاول نعمرهم لداخل مزيان، وغادي نبقى نحط ونبقى بهذه الطريقه نعمر الاولى الثانيه، غادي هكاك حتى نكملهم كاملين. صافي غادي نمشي حتى نكملهم، وغادي نرجع لكم ان شاء الله. تما واخا تعمروهم ويتقبوا ماشي مشكل، المهم واخا
تبقى لكم هكا الحشوة كتيرة، ولا تقدروا تزيدوا تقبوهم كتر من هكاك، بقاش ما تطيح ما حاجة، تبقى لاصقة بلاصتها. صافي تنحاول نديرهم كاملين، بعد ما كملتهم كاملين غنشد في هذا الفرماج غادي نديرهم من الفوق كما قلت لكم، بديروا بارميجان تشيز ديروه. وخلص لك انا عاود تاني شامبينيون كبير تيكون تاني عاود زوين، تديروا 4 شامبينيونات هكا وتدخلهم الفران تي طابو عاوتاني تتحمري من الفوق. صافي من بعد ما كملت انا غادي نحاول نزيد واحد شويه ديال الزيت من الفوق، صافي ديك الزيت نديرها على كل شامبينيوت، انا ندير على شويه ديال الزيت. صافي غادي نحاول نديرهم كاملين دقه واحده، ما نطيبش حاجه بحاجه. صافي ندير الفوق ني حتى وما نزيد لهم واحد شويه ديال الزيت، دابا غادي ندخلهم. بعد دابا كما تشوفوا معايا انا درتهم على اللي درتهم على شكل ديال البيك حتى حسيت بهم لانه طابوليه، وغادي عاد نحمرهم من الفوق. تشوفوا معايا كيفاش حمرتهم، تحمر خدوا لي شي تقريبا شي 5 دقائق هكاك ما كملاش، كتشوفوا النتيجه تيجيو غزالين رطبين ومذاق مغاير وتيجيو من داك الشيء الرفيع. لما بغيتي تنوعوا بعض المرات الواحد يبغي عنه ينوع ما تيصب ما يدير بماشروم، تقول تتلقى بلي راه كاينه واحد الطريقه اخرى تصطف ماشروم تيجي غزال. وتنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها ان شاء الله، ونتلقاو في فيديو اخر. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، ورمضان مبارك يدخل عليكم باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحه والسلامه ان شاء الله، ونتلقاو في فيديو اخر ومع السلامه.